انا عايز اقول لك ان انجي بيستوجوليو مدرب توتنهام مسك جوارديولا نفخه، لا ده ما نفخوش، ده غسله ونشره وكواه. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر تابع الفيديو للاخر. في مرحلة البيلد اب عند السيتي استخدم جوارديولا سيلفا للسقوط لعمق الملعب، وده كان بيساعده اكتر في تطوير اللعب ويطبق اسلوب الاستحواذ بتاعه. اما بالنسبة لفودين كان اخد حرية في اماكن كتيرة في الملعب وغير مقيد بمكان واحد، وشكل الضغط كان متقدم مع ترحيل الخط الخلفي للحفاظ على تقارب الخطوط. كوفازيتش كان بيقود الضغط العالي، وهالاند ودي بروين بيرحلوا مع الاثنين سنتر باكس. انجي كان موزع باكات الطرف موسعين عرض الملعب مع جناحين كمان سون وجونسون، واللي كان اخد تعليمات بالتقدم في مربع الفيرود هو كانسار وبنتانكور. اما ماديسون كان اخد الحريه الكامله وغير مقيد بمكان، وده كان بيساعد انجي في تطوير اللعب اسرع وبيساعده في التنظيم. مرحله البناء عند فيكاريو دي بروين وكوفا بيغلقوا مسار العمق فبيوجهوا اللعب على اطراف الملعب، وده اللي كان محتاجه انجي وعامل حسابه. يتطور اللعب عند فاندر فين وماديسون اللي اخد حرية يسقط يقدم المساندة. سقوط ماديسون لاحتواء ضغط رودري مع ترحيل لاعب الوسط لتقديم المساندة، ويتطور اللعب اكتر الناحية العكسية عند جونسون، وكان بنتانكور هو اللي بيهاجم اماكن الاسترايكر، وده كان اول تهديد لمرمى ادرسون. بنتانكور ما قدرش يستغل الفرصة. سيلفا يرحل للعمق يساعد في عملية التطوير، ومن رودري ثم الأكانجي. الفكرة عند جوارديولا هو في حالة سقوط سيلفا لعمق الملعب او فودن، عرض الملعب يتشد بولكر او جيفارديول. يسقط فودن وتمريرة عمودية من أكانجي كسر ضغط توتنهام. فودن يسحب قلب الدفاع ويتحرر دي بروين. دي بروين ما كانش في أفضل حالاته، لأنه فعلا لو كان حاضر ذهنيا أكتر كنت هتشوف هالاند بيزور مرمى فيكاريو كتير، لكن روميو كان عامل بلوك عظيم يمنع وصول هالاند. وطالما دي بروين مش فايق، اعرف انك مش هتشوف هالاند كتير. سقوط سيلفا لعمق الملعب مع فودن ويشد العرض بولكر وجفارديول، وتتخلق المساحة لولكر، لكن رودري كان بيقدم مباراة متوسطة من وجهة نظري. نشد كمان العرض بكفارديول وتتلعب مباشرة طويلة، يقدم هنا المساندة كوفا ويحمل الكرة ويكسب مساحة. فودين دخل للعمق ويخرج له الباص، واحنا شدين العرض يمين بولكر كمان، تتخلق مساحة يهاجمها وولكر، كان يقدر يهاجم المرمى لكن هو فضل ان هو يعمل الكات باك ويغطي عناصر توتنهام وتخرج الكرة. انجي واثق انه لازم يطبق مرحلة البيلد اب، لانه لازم يكسب الاستحواذ اللي هو سلاح جوارديولا، وهنا عناصر السيتي بتوجه الكرة على الاطراف وكل لاعب بيرحل مع لاعب بشكل منظم. تكسب مساحة أكبر، لكن سيلفا ورودري أساتذة في غلق مسارات التمرير وينجحوا في استرجاع الكرة عن طريق مسح كوفازيتش الرائع، وتخرج لدي بروين ومن ثم لهالاند، وانتشار سريع للسيتي يقدم المساندة رودري ويمرر لفودن، ولكن هنا يجلي هويبرج، ولكن فودن ما يقدرش يسجل وينجح الضغط المنظم ويتألق في كاريو. توصل هنا كرة لسون ثم إلى بنتانكور، يقدم المساندة صار وجفارديول. يا جماعة بالنسبة لي بني آدم عظيم، يقدر ويغطي ويقدم كرة بلوك ويمنع جونسون من أول أسيست في المباراة. جوارديولا عارف إن المكان ده لازم يكون فيه قلب دفاع، لازم يكون فيه لاعب بإمكانيات جفارديول، لأنه اتلسع كتير من كانسيلو والأظهرة اللي عندها قصور في الحالة الدفاعية. مرحلة البيلد اب عند توتنهام، بيتطور اللعب على الأطراف، فاند فين يخرج الباص لهيوبرك وقدم هنا المساندة ماديسون اللي شرد عرض الملعب سون، ومن ثم استخدام هويبرج لمهاجمة المساحة ويكون الرجل الثالث في اللعبة. لكن هنا بنتانكور كان لازم يتواجد في مساحات المهاجم، الرجل انجي بيقدم كل حاجة وكان ناقصه لعيبة يكون عندها إدراك بما يحدث في الملعب. مع مرور الوقت الأفكار بقت بالنسبة للاتنين مدربين واضحة، وعلشان يفاجئني انجي بيوسع عرض الملعب بالاثنين سنتر باكس، وبكده انا هوسع المساحه ما بين هالاند وبين دي بروين، وهسحب معايا كوفازيتش في اماكن عاليه فوق في الملعب، وهقدم المسانده بلعيبه الوسط، وبكده ندمر ضغط جوارديولا وهفقده لاعب مهم في الوسط اللي هو كوفازيتش، وهطور اللعب برضه على الاطراف وتوصل الكوره لفاندفين، وسون يسحب معاه كمان وولكر ويروح دلوقتي يهاجم المساحه بنتانكور. اللي جاي يمسح الملعب وراه ده كوفازيتش وولكر. انت فاكر كوفازيتش كان فين الاول؟ هو اللي كان بيقود الضغط العالي فوق عند فيكاريو حارس المرمى بتاع توتنهام. انت متخيل كم الجهد اللي بيقدمه كوفازيتش؟ بنتانكور ما عندوش حلول، لان كان لازم صار يقدم المسانده ويرحل بسرعه في مكان المهاجم، وده كان مخلص على افكار انجي. الراجل بيعاني من جوده لعبته بصراحه، ويتترد الكره لعناصر توتنهام واقصاء رودري، لكن عندنا باك عظيم اسمه جيفارديول يقدر يغطي على كل مشاكل جوارديولا ومشاكل الخط الخلفي بالكامل. تفاصيل جيفارديول يا جماعة عظيمة. مرحلة البيلد اب عند اكانجي ويمرر لكوفازيتش، ومن كوفازيتش لدي بروين، وهنا هالاند كان ممكن يزور شباك في كاريو كتير، لكن دي بروين لو في افضل حالاته وفي حضور ذهني افضل كنت هتشوف هالاند كتير قدام في كاريو صدقني. ويغطي روميرو تمرير دي بروين السامة، ده روميرو كمان ما استكفاش بالتغطية فقط، ده بيحمل الكرة وعنده قرار مهم هو سون، لكن دياش محافظ على المساحة اللي ما بينه وما بين وولكر وما اكلش الطعم بتاع صعب، وبيقدر المساحة ويعمل بلوك عظيم، وخط جوارديولا الخلفي يا جماعة تفاصيله عظيمة. الكرة
مع ماديسون وتخرج لبنتانكور، ومن ثم لجونسون اللي دخل لعمق الملعب علشان يتحرر دلوقتي باك الطرف، وهنا لو في ربط وكونكت اكتر كان الباص هيخرج لبنتانكور اللي اصبح المان سري في اللعبه، وسون لو قال اللعب كان هيضم للعمق اسرع، لكن دياش بيقدم الكفر الثاني ونرفع له القبعه. من فاندر فين لصار اللي ساب تمركزه لفاندر فين ثم الى ماديسون ثم الى فاندر فين اللي خرج الباص لسون اللي هنا ساحب معاه وولكر لبنتانكور اللي اصبح رجل ثالث ويتحول اللعب الموقف 4-2 ولعب معايا جودة جيفارديول ودياش. بنتانكور كان عنده اكتر من خيار تمرير، وانا قلت اللي اذى انجي هو جودة لعبته، كان يمرر لجونسور تمريره بينيه، لكن جيفارديول يا جماعه مش عارف اقول ايه عنه، كمان بيقدم التغطيه ومش التغطيه فقط، ده كمان بيحمل الكره ويكسر ضغط الخط الامامي توتنهام، وشوف رد فعلهم عامله ازاي، ويحمل الكوره ويكسب مساحه كبيره ويحاول اللعب عند سيلفا اللي قرر التصويب، وكان ممكن يمرر لرودري وتخرج الكوره من فيكاريو، لكن ضغط جوارديولا كان منظم ويسترجعوا الكوره بسرعه عناصر السيتي، ومن رودري لسيلفا ثم الى دي بروين، وهالاند بيروح دلوقتي ينفذ ادواره ويهاجم البوكس، وفودن بيقدم المجاوره ويرسل العرضيه، لكن بلوك دفاعات توتنهام على هالاند كان عظيم، وثم سيلفا يكسب السكند بول وبكل هدوء اعصاب يركن الكوره في الزاويه البعيده، لكن درايو شين يكون في المكان المناسب ويقدم البلوك العظيم ده. وبكده احداث الشوط الاول تنتهي وندخل على الشوط الثاني شوط المدربين. بالله عليكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لاني تعبت جدا في الفيديو ده. ومجاوره هنا من جونسون لصار وموقف 2-1 وجونسون يلعب الكره العرضيه لسون اللي اول مره اشوفه يهاجم البوكس ويحاول زياره شباك ايدرسون، لكن ايدرسون يمنع كوره هدف كمان. يبدا جوارديولا يكثف الضغط ومقدد الكره بشكل اسرع ويخرج باص بنتانكور بقوه صعبه على ماديسون اللي مرر تمريره قصيره، وهنا ضغط فودين وقرايته لسياق اللعب ويستخلص الكره من عناصر توتنهام. فودين اللاعب المتكامل اللي بيقدر بمقوماته في التصارع تساعده انه ياخد في ظهره بنتانكور ويرسل الكره العرضيه لإيرلينج هالاند ودي بروين. دي بروين ترك الكره لسيلفا، ولان موهبه دي بروين لازم تثبت حضورها، دي الاسكان الاولى ثم الاسكان الثانيه ثم تقديم المجاوره ولاندر لابنج، وبناء على المعطيات اللي تم تجميعها داخل دماغ دي بروين يمرر بالعرض لهالاند، وهنا نرى هالاند عنده ظهور دي بروين ترى هالاند وتصبح كوره الهدف الاول. يقرر انجي يغير بنتانكور، والراجل تقريبا مش شايف اداؤه في الملعب ولا الاداء اللي كان بيقوم بيه ولا القصور اللي كان عنده، فيقرر ان هو يكسر الكرسي اللي محدش عارف ثمنه ده كام، ولان جوارديولا مدرب متمرس وعارف ان بعد الهدف فريق توتنهام اصبح تركيزه اقل، فيكمل ضغط غشيم على عناصر توتنهام ويقلل اكتر من ترابط الفريق، وهنا يقول لهم اخرجوا للامام كله ضغط بالمجموعه، مايسترو يا جماعه واقف على الخط، وبدا دور المدربين يشتغل. انجي رحل كلوفازيتش بجانب جونسون، الباص يخرج لهويبرج ثم لكلوفازيتش اللي بيكثف الهجوم من جابت جيفارديول ويحول كره عرضيه لروميرو، وهنا يصطدم بايدرسون ويتم معالجته مع لعب الركله الحره ايدرسون يسقط، وفي شعور وصل لجوارديولا وجهازه انه غير متزن وان تركيزه اصبح اقل، فقرر استبداله، وده كان قرار فيه ريسك وفيه مغامره من جوارديولا لان ده الحارس الاساسي بالنسبه له، لكن جاهزيه اورتيجا كمان تتحسب لجوارديولا. وتاتي اول ثمار تغيير انجي والباص من جونسون لكلوفازيتش اللي بيتخطى اكانجي ويصبح مواجه لمرمى اورتيجا اللي بيقدم اول انقاذ ليه في المباراه. وما زالت ثمار كلوفازيتش تحاول بكره مشتركه مع دياش ويصبح مواجه كمان لمرمى اورتيجا، لكن يقدم الانقاذ الثاني ليه. الراجل اورتيجا نازل وعايش الجيم علشان كمان اكانجي يقرر التباطؤ، وكان قدامه مساحه لتدرج الكره اللي خلف مناطق الامان، الى ان ضغط جونسون كان قوي وتوصل الكره لسون اللي بيواجه دلوقتي مرمى جوارديولا، لكن اورتيجا يقرا لغه جسد سون ويعمل انقاذ للسيتي. تقريبا الانقاذ ده هو انقاذ الموسم وانقاذ بحجم بطوله حقيقي. الشوط الثاني جوارديولا فضل يموت رتم اللعب لحد ما وولكر بيلعب رميه تماس طويله لهالاند اللي بيمرر بدماغه لفودين، بيعكس الفتى الذهبي فودين الملعب لدوكو اللي جوارديولا اخيرا بيعاقب انجي، لان دوكو ما ينفعش يتساب في موقف تفوق نوعي او تحطه في موقف واحد على واحد ويقدر ياخد ركله جزاء وتتحول النتيجه 2-0. انا عايز اقول لك ان الفيديو ده انا اشتغلت على 200 صوره، انت متخيل 200 صوره؟ فبعد اذنك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وفضلا وليس امرا كومنت جميل من حضرتك، كومنتك الجميل ده بقى هو اللي بيخليني اشتغل استمر. سلام.